اهلا بكم مشاهدينا في اولى حلقات برنامج الجانب الاخر. موضوع حلقتنا النهارده عن البطاله، واول شيء بيجي في اذهاننا اول ما نسمع كلمه البطاله هو نقص او انعدام فرص العمل. النهارده هنناقشه من الجانب الاخر، جانب صاحب المال او صاحب العمل، هل هيتفق معانا ان فعلا في بطاله ولا ليه راي تاني من جانب اخر؟ خلينا نرحب بضيوفنا الاول، استاذ وائل فرج رئيس مجلس اداره مصنع لافا، واستاذ ابو بكر فرج نائب رئيس مجلس الاداره مصنع لافا. اهلا بكم، شرفتونا. خلينا نبدا كده باول سؤال موضوع الحلقه بتاعتنا، هل حضرتك تتفق معانا ان فعلا استاذ وائل ان فعلا في ازمه بطاله او نقص فرص عمل، ولا ليك راي تاني؟ والله العظيم انا عندي راي تاني. اتفضل. يا ريت رايي يختلف شويه عن الناس. اتفضل. احنا بنعاني من عجز في العماله باستمرار. تمام. وده مخلينا عندنا تقصير في الانتاج. تمام. خصوصا في التصدير وحتى في الطلب المصري، احنا عندنا ما شاء الله ولله الحمد مصنع بتاعنا في رقم قليل في وقت قليل جدا سمع في السوق المصري والسوق الخارجي كمان، ومشكلتنا ان احنا عايزين دايما وباستمرار عماله مدربه. تمام. العماله المدربه دي اللي هتخلينا احنا نبقى كواليفايد للسوق. تمام. المصري وحتى الانترناشونال. تمام. طيب احب اسال الاستاذ ابو بكر، هل العمال اللي دايما حضرتك بتحتاجهم بيبقوا لازم مدربين، ولا ممكن يبقوا مش مدربين وبيتم تدريبهم على المكان؟ والله انت بتحتاج ناس في وظائف معينه تكون مدربه. تمام. وفي ناس تانية احنا بندربها، بس للاسف ان هم الاستمراريه عندنا في مصر قليله. الشباب كلها اللي عايز يروح يقعد على القهوه، اللي عايز يسوق توك توك، لكن تمام. ان هو يبقى موظف في مكان ثابت. تمام. ما ان انت بتقدمي له كل الامتيازات، تامين صحي، تعلمين ان هو يبقى فني في مجال معين قليل في مصر. الشغل مش مرهق بالشكل اللي هو الناس متخيلاه، الدخل المادي كويس، كل الامتيازات موجوده، لكن ما فيش جديه والتزام. الجيل الجديد طالع بنسبه كبيره، او زي ما حضرتك بتقول الثقافه مختلفه شويه، عاوزين يقعدوا على مكتب، مش عاوزين عايز يقعد على مكتب، يا اما عايز يشتغل وياخد فلوس من غير مجهود، من غير ما يتعب ولا يعمل مجهود. بالظبط. تمام. طيب احنا دلوقتي شايفين ان في حلقه مفقوده ما بين صاحب العمل اللي بيبقى باستمرار محتاج عماله او موظفين، وما بين طالب العمل اللي دايما بيقول لك انا بشتكي من بطاله. فالنهارده الحمد لله احنا توصلنا مع احدى جمعيات الاهليه التابعة لشؤون التضامن، وهي جمعية مستثمرين 6 أكتوبر، فرع 6 أكتوبر، وموفر لنا خدمة ممتازة جدا، إنها بتوفر فرص عمل للشباب، للخريجين غير المؤهلين والمؤهلين. حتى لو أنت مش متدرب أو ما عندكش خبرة في المجال ده، الجمعية بتقدر توصلك بالمصانع اللي محتاجة الوظيفة دي أو العمالة دي أو الأيدي العاملة، وبتدربك وبتتعلم معاهم وبتبدا تكمل معاهم في المصنع. طبعا هننزل ارقامهم دلوقتي، اول كنترول منزل ارقامهم دلوقتي على الشاشه. دي فرصه جديه فعلا، والخدمه مجانيه. جمعيه المستثمرين جمعيه غير هادفه للربح، تابعه لشؤون التضامن، وبتوفر ليكم فرص عمل في المنطقه الصناعيه في 6 اكتوبر اللي تعد من اكبر المناطق الصناعيه في مصر. واحب اشكر استاذ ريمون عطله، عضو مجلس اداره جمعيه مستثمرين ورئيس لجنه التشغيل في جمعيه المستثمرين، اللي ساعدنا ان احنا نقدر نظهر الارقام دي عشان نوفر فرص عمل للشباب او للخريجين او حتى غير مدربين او غير حاصلين على شهادات في جميع التخصصات، اتكات وظائف اداريه او عماله. وان شاء الله كاميرا البرنامج هتنزل تصور في الحلقات القادمه على ارض الواقع في المصانع اللي تم تشغيل فيها العمال او الموظفين دول باذن الله. واحب اشكر برضو مديره المشروع استاذه رانيا صبري اللي ساعدتني وتواصلت معايا ان انا اقدر اخد المعلومات دي عشان اعرضها لكم، وارقام التليفونات دي تعتبر فرصه كويسه احنا بنقدمها من البرنامج ان احنا نوفر فرص عمل للناس اللي بتبحث عن عمل. كل اللي عليك ان انت تتصل بالارقام دي، ويكون عندك حاجتين، انك تكون مستعد رقم واحد انك تتعلم، رقم اتنين انك تشتغل. مش مطلوب منك غير كده، غير كده هتلاقي شغل وهتلاقي وظيفه وهتستمر. طيب كنت عاوزة أوجه سؤال لحضرتك بقى تاني، أنت ليه حضرتك اخترت أنك تعمل مصنع في مصر؟ يعني أنا عرفت من الفيدباك بحضرتك أن أنت رجل أعمال برا مصر وعندك شركاتك ومصانعك برا مصر، فإيه اللي خلاك تفتح مصنع هنا في مصر؟ بصي والله أنا ليا تجربة شوية غريبة، يعني أنا قضيت نص حياتي ما بين مصر وما بين برا مصر. حتى لما رجعت من برا مصر بعد الثورة على طول،
حياتي شويه كانت متلخبطه بسبب انت كالتشر ثقافات انت تعيشتي معاها وتربيتي وكبرتي واتجوزتي وخدت جنسيات تانية غير الجنسيه المصريه. ولما رجعت مصر بعد الثوره مع اختلاف الثقافات واللي انا شفته في حياتي في مصر وبره مصر كان عندي شوك غريب شويه، بس انا كنت شايف، ودي نصيحه بنصحها لاي رجل اعمال موجود بره مصر والناس اللي اعرفها بره مصر من اجانب او مصريين، لا في فرصه للاستثمار في مصر بس يدار صح. اه تمام. التجربه انا اللي اخذتها بره اللي اتعلمته بره حاولت اطبقه تمام في مصر يعني. وده ايه العقبات اللي وقفت قدامك مثلا يعني من انك تقدر تنفذ الفكر بتاع بره هنا؟ عقبات كتيره جدا. اه يعني من ابرزهم العماله مثلا، يعني ابرزهم ايه؟ انا بدير منظومه فيها بدير منظومتين، اداره شركه لافا وانا رئيس مجلس اداره الشركه تمام، وعندي شركه مصر اوروبا وبيديرها الاستاذ بكر. بنعاني كتير ان احنا بنحاول ننقل فكر خارجي احنا اتعلمناه بره، بالاخص انا عشان اللي انا درست، غير ان انا درست بره جوه مصر حاولت ان انا اكمل دراستي بره مصر، بحاول انقل ثقافه بس الناس صعبه شويه يعني. ثقافه العامل ان هو اللي هو عاوز دايما يقعد على مكتب، الموظف اللي عاوز دايما انا عاوز اشتغل اقعد على مكتب مش اتعب في شغلي زي ما استاذ بكر قال لنا. ثقافه الالتزام. الالتزام ان هو فعلا ملتزم بعمله، ان هو يتحمل المسؤوليه. احنا هنا بنتيح فرص تدريب، الناس اللي ما عندهاش خبره في اي مجال هتتدربوا هتتعلموا وهتشتغلوا وهتقبضوا مرتب، كل اللي عليك انك بس تلتزم وتهتم ان انت تتعلم صح. استاذ وائل انت كنت ممكن هتتيح لنا برضو فرص عندك في طبعا مصنع لافا. مصنع اتفضل. متاح لينا طبعا، متاح لكل العماله اللي تحب انها تتدرب وتتعلم على ايد اجانب. طيب. احنا عندنا وانا كنت عايز اقول كومنت صغيره كده، واحنا بنفتح المشروع في الاول فانا ليا اصدقاء كوريين اللي احنا كنا بنستورد المنتج سنه 2015 13 و14 و15 و16 تمام، كنا بنستورد منتج لافا صناعه كوريه 100% منتج عالي الجوده تمام. طبعا بعد توجيهات السيد الرئيس السيسي لما قال توجيهات التصنيع في مصر وان هو يبدا يعمل انفست في السوق المصري وان احنا نطلع للعالميه والكلام ده كله، اتجهت انا خرجت من جبت من بره مصر، جيت انا ومعايا مستثمرين اجانب فتحنا مشروع لافا في مصر. البدايه كانت الحمد لله مبشره بالخير، بس كان الكومنت بتاع الكوريين ان دايما اول حاجه في بدايه المشروع، وده حاجه ضحكتني جدا وخلتنا احنا وبكر كنا في كوريا، اخدنا تريننج انا وهو اخدنا تريننج 6 شهور عشان نقيم مصنع، نقلنا تكنولوجيا غريبه جدا على ميدل ايست. احنا تقريبا المصنع الاول في الشرق الاوسط اللي بيصنع تكنولوجيا النانو سيراميك او النانو تيتانيوم سيراميك، الحاجات الخاصه بالهيلثي كوك بالحاجات الصحيه. يعني مصنع حضرتك هيوفر كمان تدريب نادر، يعني العامل اللي هيشتغل مع في مصنع حضرتك هيتعلم حاجه نادره مش موجوده اوريدي في مصر. طبعا عندي 17 فرد كوري من اعلى الفنيين اللي موجودين في مجال الكوكوير في كوريا، نقلتهم في مصر اتعلموا من عندي ناس، وطلعت من عندي فنيين ومهندسين. ودي بقى اللي انا بقوله لاي شركه موجوده في السوق المصري، يا جماعه خدوا نقلوا تكنولوجيا خارجيه انقلوها جوه مصر، لان ده هيبقى الفيدباك بتاعه جميل جدا في المستقبل. ليه؟ لان انت خلاص احنا مش دوله عاجزه انها تنفذ مشاريع بالضخامه دي. انا لما درست المشروع درسته من جنب غريب شويه، بقيت اشوف الدول. انا يعني انا على مستوى حياتي انا لفيت فوق 45 دوله على مستوى العالم من وانا عندي 15 سنه وانا غاوي سفر تمام. فكل دوله دخلتها شفت فيها مميزات تمام. الدوله اللي سحرتني جدا هي كوريا بجد والله العظيم. كوريا الجنوبيه دوله من الدول العمالقه عالميا في الصناعه. لما تخش الدول زي براندات على مستوى العالم تقيله، لما تخش الاماكن دي انا شفت مش بني ادمين شغال، شفت مكان شغال. وده يعني بعاني فيه يوميا مع انت عاوز تنقل نفس الخبره او نفس الاتيتيود او الطريقه دي للعامل المصري ان هو يبقى متفوق. بس انا فعلا اتفاجئت بالمنتج بتاعكو، شيء هايل جدا ان شاء الله هنتكلم عنه برضو وهنشوفه. يعني انا شايفاه لا يقل جوده عن العماله الكوريه. ده معناه ان عندنا عماله في مصر ممتازه، هي بس ينقصها التدريب وثقافه ان هو يهتم ويلتزم بالعمل. انا عايز اقول لك 100% ميدن ايجيبت زي 100% ميدن كوريا. احنا نقلنا من اي تو زد مصنع عظيم كامل من كوريا نقلناه في مصر،
بالتكنولوجيا بالفنيات بالفنيين الكوريين، دربوا مجموعه مصريه هي اللي قايمه عليها مصنع لافو دلوقتي. واحنا انا بنقل لهم كل ما انا يعني انا في المانثلي ميتنج انا كل شهر بجتمع بالجروب بتاع المصنع واحاول ادي لهم الحافز ان هم يكبروا. انا كنت في يوم من الايام واحد زي الناس، يعني انا كنت بني ادم طبيعي جدا. ومش هفضل احكي لك قصه ان راجل العصامي لا، دي ان شاء الله نجيبها في حلقه بقى ونستفيد فيها ان شاء حقيقي الله. حقيقي هي قصه، انا حياتي عباره عن قصه شويه بدات من مصر مش من جوه، مش من عشان بس ايه انا ما بنيتش حياتي بره مصر قد ما بنيتها من جوه مصر. هي بدات البذره في مصر وبعد كده الواحد بيبدا ياخد ثقافته المصريه اللي انا بره وبينجح بره بيرجع ينجح تاني ويكبر نجاحه في مصر. ده شيء عظيم جدا. احنا طبعا نزلنا ارقام على الشاشه، دي ارقام مصنع لافا المسؤول التوظيف. اي حد بيبحث عن عمل من عماله او توظيف، رجل اعمال استاذ وائل فرج بيتيح برضو فرصه عمل تانية غير جمعيه مستثمرين. تقدروا تتواصلوا على الارقام اللي ظهر على الشاشه بالمصنع وبيوفر لكم فرصه عمل للقضاء على ازمه البطاله في مصر. ودلوقتي حابة أسأل حضرتك دلوقتي في إيه المشاكل اللي ممكن بتعانيها في 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 الصناعة؟ هل المواد الخام بتبقى موجودة متوفرة؟ هل الدنيا بتبقى سهلة بيقدر يتعامل عامل معاها ببساطة ولا؟ المواد الخام ما أعتقدش إن عندنا مشكلة فيها في مصر. إحنا بالنسبة لنا المادة الأساسية عندنا في التصنيع الألمونيوم، ومصر من أهم دول العالم في تصنيع المادة الخام، فما عندناش مشكلة فيها. كويس جدا. بقية المحتويات بالنسبة لنا احنا كمصنع بنستوردها من كوريا، لأن احنا الهدف الأساسي اللي كان قايم عليه المصنع عندنا أو الرؤية بتاعتنا إن احنا نعمل منتج مصري يغير الرؤية بتاعت العميل أو المستهلك عن المنتج المصري. يعني نقدر نقول إن مصنع لافا هو مصنع كوري على أرض، على أرض مصرية بكواليتي بنفس السيستم بتاعها بنفس الماتيريال أو المواد الخام كل حاجة، بس اللي بيصنعها هي إيد عاملة مصرية. هي زي ما بقول لحضرتك احنا الرؤيه بتاعتنا ان احنا كنا نقيم على ارض مصر مصنع زي ما شفناه بره ينافس الدول بتاعه بره اللي هي عامله غزو للسوق بتاعنا بنفس الجوده بنفس الكواليتي بنفس الخامات، بل بالعكس احنا طورنا فيه قوي عن ما هو كان مستورد كمان. طورنا في الديزاين وطورنا حاجات كتير كلها عندنا هنا بايدينا احنا، والكواليتي بتاعنا طالع لا يفرق تماما عن المنتج المستورد الكوري. احنا دربنا عماله بره في كوريا قعدت فترة كبيرة ودربنا وجبنا تيم من كوريا درب الناس هنا في مصر. وانا من هنا بحب اشكر التيم اللي شغال معانا، في ناس بجد بتتعب عشان المنتج يظهر بالشكل النهائي اللي موجود. لو حابب تشكرهم كل التيم اللي موجود معانا في المصنع من مهندسين لعمال لإدارة مبيعات لإدارة تسويق، التيم بأكمله. احنا بفضل ربنا بعد كام سنة في مصر الفترة اللي احنا فيها دي ربنا لزقنا بتيم كامل قوي جدا 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 جدا. بنسميها أسرة لافا. احنا ما بنعتبرش ان في رئيس مجلس اداره، احنا بنعتبره كلكم فريق واحد واسره واحده، بنعتبره فاميلي بيزنس. يعني كل من هو تحت اداره لافا والكلام ده حتى من خلال البرنامج بنشكر كل من هو ساهم في نجاح لافا من اداره مصريه عماله مصريه مهندسين فنيين حتى عمال مخازن امن، كل الافراد اللي ساهموا في النجاح دوت ده شيء وي ار فيري براود اوف ات. احنا الفتره دي شغالين بشكل قوي جدا على تطوير، دايما المنتج عندنا فيه تطوير كل موديل. طب احنا هنختم دلوقتي. طب احنا كنا حابين استاذن حضرتك مصنع نشوف لو حد يجيب لنا بس المنتج استاذ عزب المنتج بس عشان حابين نوريه للناس. طيب احنا محتاجين حد بس نشوف المنتج الرائع ده عشان لو يشرح لنا بس بيتعمل يعني انا حضرتك تقول لنا كده ايه المراحل اللي بتتعمل منها المنتج. احنا الومنيوم داي كاست مش الومنيوم بريس. هو بيتصنع من سبائك الومنيوم زي الذهب بيتسيح على درجه حراره 700 بيدخل في مكان معين. طيب عشان نطلع فاصل نطلع كنترول طيب ماشي طيب انا دلوقتي وقت الحلقه للاسف انتهى. انا بشكر ضيوفي جدا فرصه سعيده. ودلوقتي الارقام بتاعه اللي ظهر على الشاشه اللي حابب يتواصل عشان فرصه العمل. بشكركم جدا والى اللقاء في حلقه قادمه. شكرا.